دكتور هبه، ممكن حضرتك تكلمينا عن الحساسيه ونزلات البرد؟ فطبعا انترستنج ان احنا نتكلم عن حاجه زي كده دلوقتي، لان احنا بدايه شهر مارس، من اول شهر مارس تقريبا لحد شهر يونيو، ده موسم الحساسيه او سيزون بتاعها عند اغلب الناس، وبالذات هنا في مصر بقى عندنا التلوث والادخنه بتاع المصانع والكلام ده كله بيعمل حساسيه، بيعمل زي تهيج في الاخشاب الخطيه بتاع الانف، وبالتالي بيحصل ان المريض بيحس ان في انسداد في الانف. في ناس بتحس ان عندها اكلان طول الوقت في مناخيرها ومش عارفه تتنفس. الاعراض بتاعه الحساسيه بتبتدي من اعراض خفيفه وبسيطه، يعني ممكن بس شويه رش، شويه انسداد بسيط، حاجات بسيطه. بعد كده بس في ناس اللي عندها حساسيه مزمنه الاعراض بتبقى متطوره قوي لدرجه ان هي ما بتقدرش تنام، مش عارفه تتنفس وهي نايمه، في مشكله عندها في النفس طول اليوم، وبالتالي التركيز بيقل لان كميه الاكسجين اللي داخله المخ بتقل عن طريق التنفس. الموضوع ده بيضايق ناس كتير جدا، وخصوصا برده موضوع الرشح، يعني الناس طول الوقت لو الموضوع سيفير قوي او زياده قوي الرشح بيبقى زياده قوي، فبيضايقهم ومش عارفين يتحركوا، مش عارفين يشتغلوا، مش عارفين يعملوا حاجه. الموضوع بيبقى كتير 3 شهور في السنه وممكن 3 كمان على بدايه شهر، على بدايه شهر 11 تقريبا ويرجع تاني الموضوع يتعاد. فهي مرض مزمن شويه بيضايق ناس كتير، ليها تطورات كتير وليها علاجات كتير، والطب بالذات طب الانف والاذن والحنجره بيحاولوا يدوروا على حاجه يعني تنهي الموضوع من جذوره علشان خاطر الناس ترتاح شويه. احنا لو هنتكلم على جزء وقايه الناس هتقدر تعمله في البيت، فابسط حاجه ان احنا نحافظ على البيئه بتاعه الانف رطبه ودافيه بصوره مستمره. الموضوع ده بيتم ازاي؟ في دراسه جديده قالت انه يوميا لو هعمل غسول للانف عن طريق ميه دافيه شوية ملح صغيرين او محلول ملح او في بقى اللي هي المحاليل الطبيه البديله اللي هي الغسول، لو هعملها يوميا وهستمر عليها الموضوع بيجيب نتيجه كويسه على المدى البعيد، يعني مش المريض يجي مره يستخدم الدواء او الغسول وات ايفر بقى اللي هو هيستخدمه ويقعد يومين 3 ايام ويرجع يقول لا انا ما حسيتش بتحسن. لا، دي حاجه حصلت على سنين مش هتخف على يومين، لازم هيحتاج وقت بس النتيجه بتبقى كويسه مرضيه الى حد ما. في علاجات ثانيه كتير، في عندنا العلاج بالابر الصينيه، في علاج اللي هو العلاج التحسسي نفسه ان هو ان انا بحاول ادي المريض حاجه اللي هو متحسس منها بجرعات بسيطه جدا علشان الجسم يعمل مناعه ضدها، وبعدين ابتدي ازود بالتدريج لحد ما الجسم يبقى عنده مناعه شديده شويه ويقدر يقاوم المرض وبالتالي يقدر يتغلب على مسببات الحساسيه. موضوع انترستنج شويه وفي ابحاث كل شويه والناس بتحاول تكتشف جديد، ودي حاجه كويسه يعني. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.